سير الموسم الفلاحي الحالي فالظروف المناخية والتدبير ديال الموفورات المائية. فمنذ البداية ديال السنة عرفت يعني بلادنا تسجيل ديال 200 ملمتر من التساقطات منذ شوتنبير، يعني بواحد النقص ديال 44% بالنسبة سنة عادية اللي هو المعدل ديال 30 سنة الماضية. فعادت الأمطار الحمد لله منذ أوائل ديال مارس، فخلال شهر مارس وابريل يعني كانت هناك أمطار اللي كتمثل أكثر من 60% من مجموع التساقطات اللي عرفتها بلادنا. وهذه الأمطار ساهمت يعني في تحسين الغطاء النباتي والضمان سير جيد للزراعة الربيعية خصوصا، كما عرفت الحبوب في المناطق المواتية البورية يعني البور فافورابل خصوصا في الشمال ديال البلاد، واحد الانتعاش جيد مما ادى الى تدارك نسبي في الانتاجيه في هذه المناطق.